الضغط ببساطة خالص هو عبارة عن الارتفاع المستمر في قياس ضغط الدم عن معدل 140/90 بالنسبة للأشخاص الأصحاء أو 130/80 بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض السكر أو أمراض الكلى. ده بيتم بناء على ثلاث قياسات مختلفة على مدار أسبوع كامل، ويكون المريض في حالة راحة تامة ذهنيا وبدنيا، يعني ما يكونش عامل مجهود كبير، ما يكونش مثلا جاي من خناقة، ما يكونش مثلا عنده امتحان ومتوتر وقلقان، لا يكون في حالة عشان راحة يبقى تامة. القياس سليم. اه مجهود وذهني، يكون راحة في المجهود البدني والذهني. بس في مريض طبعا ممكن يجي للعيادة أو المستشفى وأحكم عليه من أول مرة إن هو عنده الضغط، ما استناش أقيس 3 مرات أو 4 عشان يتم التأكد، لا. بناء على ايه؟ بناء إن مثلا جه المريض حصل عنده مضاعفات من الضغط زي نزيف في المخ، أو حصل عنده فشل كلوي، فده طبعا مش هستنى لما أقيس له الضغط كام مرة عشان أتأكد هو عنده الضغط ولا لا، ده بالفعل حصل عنده مضاعفات وكان عنده الضغط بس هو ما كانش يعرف. تمام؟ أو مريض مثلا الضغط عنده أعلى من 170/110، فده طبعا هيكون الضغط بتاعه ده ضغط ضغط عالي، مرتفع جدا. ولازم ياخد علاج للضغط. تمام.